كنا بنتكلم عن بدايتك وتفتكر اول ماتش لعبته مع الرجاء في الفريق الاول؟ ايوه. مع مين؟ ده ما نمتش الليل كله ما نمتش فعلا. ايوه طبعا. آه. مع كوكب مراكشي صح؟ اه. في كاس العرش كاس المغرب. اه. اول ماتش لعبته كان كوكب وكان كنت لسه راجع من نادي شبركان وكان مدرب هولندي معانا. وكانوا صاروا لي مش عارف هو ما كانش عاوزني كان بيقول لي انت بتتمرن بشويه كده بتتمرن براحتك وكده ولو فضلت كده مش راح تلعب معايا في الرجاء فاهم انا مش عاوز قلت له بص انا اول ما فك اول ما تذكرت نفسي وانا بلعب كوره منذ صغري وانا بلعب بالطريقه دي براحه بهدوء كده لو انت مش عاوزني معاك في الرجاء خليني ارجع على نادي شبركان العب خلاص هو عمل حتى في ما يستدعينيش الماتشات وكذا ما ياخذنيش معاهم على الماتشات وكذا في يوم اتصل بي شخص جمهور الرجاء بيحبه الله يرحمه اسمه رشيد البوصيري كان من بين جنود خفاء تاع فريق الرجاء البيضاوي ممكن كان هو الكل فريق الرجاء البيضاوي كنت جالس في البيت وكانوا مدافعي الرجاء ما يأدوش كويس في الفترة دي. ايوه. اتصل بي قال لي بص انت راك موجود اساسي في الماتش ده. خلاص. قال لي كده. وطلعنا على مراكش ايوه طلعنا على مراكش بنلاقي نفسي في التشكيلة الرسمية كده. والمدرب ما كلمني ولا قال لي وانا لسه صغير فاهم؟ ما قال لي تعمل كده ولا كده والحمد لله أول ماتش فضلت بلعب في الرجاء. حتى طلعت من الرجاء. طيب قبل بس ما اروح للنادي الاهلي هنا الجمهور بيلقبك بالسلطان في المغرب. بيلقبوك بايه؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش. حاجه مع الغريم كده. حاجه مع ايه؟ مع الغريم. ولا في صحفيين بيرقبوني بمدافع الرومانسي. اه. بس جمهور الرجاء ليه لقب ثاني ما ينفعش اقوله هنا. ما ينفعش تقوله. لا هو عادي فاهم هو رقم. رقم. هو رقم بس رقم. رقم ستة؟ لا مش ستة. مش ستة، أصل إحنا عندنا هنا رقم ستة، ما أعرفش عندك إيه. في المغرب موجود 88. 88؟ آه. إشمعنى 88؟ أنا كنت جبت في الديربي المغربي، جبت جون في مباراة الذهاب الدقيقة 88 على الوداد، مع كل احترامي لجمهور الوداد. طبعًا طبعًا. علشان في صحفيين راح ياخذوا الموضوع ده اللي انا اتكلم فيه وراح يأولوا الكلام كذا لا في المغرب انا عارفهم كويس. كنت جبت جول في مباراة داف دقيقة 88 وفي مباراة اياب برضه جبت جول في نفس الدقيقة 88. وانت عارف الحساسية اللي موجودة بين الرجاء والوداد. طبعا. خلاص جمهور الرجاء افضلوا يسموني 88 كذا. 88. طب كذا عرفنا 88.